اليوم ان شاء الله راح اسوي معاكم فطاير اللحم. عندي الطحين راح اضيف عليه المواد الجافه، عندي الحليب البودر، عندي الملح، بسم الله، بيكنج بودر، وبخلط المواد الجافه مع بعض شوي. وبعد ما خلطت المواد الجافه، انا عندي الخميره ذوبتها بالماء مع السكر واغطيها، اخليها لين تتفاعل واضيفها على الطحين. بسم الله، صب الخميره وبحط، عندي علبه الروب تقريبا 3 ملاعق طعام. والحين بضيف، عندي ماء راح اضيف بالتدريج، بسم الله، وخلاص اعجن، وكل ما احتاج ماء راح اضيف شوي. هذه العجينة بعد ما عجنتها تمام، احطها في طاسة، ارش عليها شوية طحين، العجينة تطلع طرية بنفس الوقت تكون متماسكة. والحين اغطيها واخليها حتى يتضاعف عندي القوام. والحين بسوي حشوة السمبوسة على النار، حطيت شوية زيت وبصل وبحمس لين يذبل البصل شوي، يعني ما ابي البصل يتحمر. والحين بسوي، بعد ما ذبل البصل شوي اضيف اللحم المفروم واحمس عدل مع البصل. تغير لون اللحم، الحين راح اضيف فلفل اسود، تغير لون واضيف الملح حسب الذوق، وبحط شوي من بهارات الكاري، البهارات حسب ما تحبون، حطوا اي بهار انتم تفضلون، وممكن بس تخلون الملح والفلفل الاسود. الحين احمس اللحم مع البهارات، وبعد ما يستوي اللحم راح اضيف عليه، عندي البقل او الكراث، واقلب مع بعض. ممكن تضيفوا الجزر، ممكن تضيفوا الفلفل بارد، فلفل حار، بصل اخضر، نعناع، حسب الرغبة. خلاص اقلب، اخليه بس دقيقة على النار، اشيله على النار. انا البقل عندي مفرزن. الحشو بعد ما يستوي عندي احط بمشخال حتى لو في اي سوائل تطلع، بخليه لين يبرد تمام. وبعد ما خلصت كمية الفطاير أصفهم صينية، حطيت فيها ورق الزبدة، وأمسح الوجه بالحليب، أو ممكن تحطون بيض حسب الرغبة، وأحط السمسم محمص، وأحط الفطاير بعد ما استوت، ما شاء الله تبارك الله، شوفوا شلون طرية، ولاحظوا شلون خفيفة من الداخل، ما شاء الله تبارك الله، وعلى عيونكم العافية، إن شاء الله تجربونها وراح تعجبكم بإذن الله.